وينضم إلينا الآن الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية للحديث حول آخر التطورات في الناصرية. أهلا بك معنا دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، وحياك وحيا ذيقار، الله يرحم الشهداء والله يعين الرجال والنساء في ذيقار وغير ذيقار يا ربي العظيم. اللهم آمين. دكتور قحطان، بداية ما رأيك بما يجري في الناصرية الآن؟ هذا مثلا توقعناه للأسف الشديد، لأن الحكومة للأسف 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 هي أسوأ ما يقال عنها مسيئة لقيمها ولوطنيتها، وحتى تلك الإشاعة التي أشاعوا على أنها هي نتاج لهذه الثورة كما أرادت الحكومة أن تصور الأمر كذلك، الآن قد خانت هذه الكذبة هي بذاتها. ها الآن الساحة تشهد شهداء وقتلى على يد قوات أمنية رسمية، والحكومة غامضة عينيها ولا تنتبه لذلك لهذه الجرائم. إذن هذه دليل أكيد على أن الثورة باقية، وأن الثورة واعية، وأن الجهات الرسمية بدون استثناء الرسمية والسياسية الماسكة للسلطة أو غير ماسكة للسلطة الآن هي ضد العراق وضد حقيقة التغيير وضد أي شيء إيجابي. نعم دكتور قحطان، يعني أنت معنا الآن، مصادر صحفية تعلن ارتفاع حصيلة جرحى تظاهرات الناصرية إلى نحو 160 جريح من جراء استمرار القمع الحكومي والميليشياوي. هذه الأعداد ويعني التصرف الحكومي والقوات الحكومية مع التظاهرات، يعني هل يعلن موت العملية التفاوضية بين الحكومة وهؤلاء المتظاهرين، خاصة بأن الحكومة كما تعلم أرسلت وفدا حكوميا كما أعلن يعني للتفاوض والتباحث مع شيوخ العشائر هناك؟ الحكومة حقيقة أمرت تكذب على ذاتها كل مرة وتدعي أنها تسير باتجاه الحل. المشكلة هي الحكومة ذاتها مشكلة، هي العملية السياسية ذاتها مشكلة. في الحوار عندما أحاور صاحب المشكلة أنا أضيف على الحالة السيئة حالة أخرى، هذا اعتراف من الجماهير بأن الحكومة قادرة بالموضوع، ولكن أي حوار هو عملية حوار بين جهتين متقاطعين، ثورية وأخرى عميلة، أي بمعنى عملية إدارة الصراع وليس التوافق، بمعنى أن الحكومة تدعي أنها حريصة على دم الشهداء، فممكن بالمفاوضة أقول للحكومة أين حرصك على دم الشهداء وها هم الحصيلة المرتفعة في الجرحى، وجاءني قبل قليل حوالي 10 حالات حرجة في المستشفيات الآن، قد لا سمح الله أن الله سبحانه وتعالى حي يرزق ويحيي. إذن نحن الآن حقيقة الأمر عملية سرقة للوقت تقوم بها الحكومة عندما تدعي أنها تحاور أو تناقش أو خلية أزمة. المشكلة أساسا ليست في الحوار مع المتظاهرين، لا، بالحوار مع ما يريد المتظاهرين، وما يريد المتظاهرين تعرفه الخبراء جيدا، وهو تغيير العملية السياسية أو تعديلها تعديلا حقيقيا وليس شكليا. الحكومة الآن مشغولة بأن تجري انتخابات، والأحزاب السياسية ذاتها والأحزاب الفاسدة ذاتها والمفوضية الطائفية ذاتها وكل شيء خطأ كما هو لم يتغير. إذا نحن أمام خلل كبير ما بين عملية حل حقيقي يرتجيه الجماهير وبين ترقيعات آنية تقوم بها الدولة. سيذهب مجموعة من الأشخاص مكلفين من قبل أحزاب سياسية بعينها إلى شيوخ، والشيخ بعضهم تعطيه مسدس صغير يعطي لك عشيرة بأجمعها. إذا نحن أمام خلل كبير في الإدراك وفي الإدارة وفي الفهم وفي التطبيق. نعم، إذا نرجو أن تبقى معنا دكتور قحطان. والآن ننتقل إلى السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. سيد مصطفى، ما رأيك فيما يحدث في الناصرية؟ ما تعليقك؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والأستاذ قحطان الخفاجي. يعني هذه الناصرية الباسلة ستبقى منبرا للثورة ومنارة للثوار، لا يمكن أن تنطفئ هذه الجذوة التي
يعني أوقدت في العراق كله وبالذات في الناصرية الباسلة إلا بتغيير هذا النظام الفاسد وإسقاط هذه العصابة المجرمة التي تتحكم بالعراق، هذه الدماء الطاهرة التي سالت وتسيل منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019، بل منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003. يعني ستسقط هذه العملية السياسية وستنهي هذه المعاناة، لكن الحقيقة الذي المهم هنا يعني هؤلاء الذين يتشدقون وأولهم مصطفى الكاظمي زعيم العصابة ورئيس وزرائها يتشدقون بالحديث عن أنهم نتاج ثورة تشرين وأنهم جاءوا إلى الحكم تعبيرا أو إلى السلطة تعبيرا عن مطالب تلبية لمطالب الثوار وتعبيرا عن حاجتهم. طيب سيد مصطفى، والشعارات التي يرفعونها ماذا سيقولون لأنفسهم وللثوار الذين سيد مصطفى خلال ساعات خلال ساعات فقط يعني سقط 160 جريح خلال هذه التظاهرات، ما هي الرسالة التي تود الحكومة وتصر حقيقة الحكومة على إيصالها للمتظاهرين؟ هل تريد إرهابهم؟ هل تريد يعني إخافتهم أم ماذا؟ يعني هذه ليست حكومة، هذه عصابة عندما تفتح السلطة نيرانها وقنابل الغاز والدخان على أبناء الشعب، هذه ليست حكومة من الشعب وإنما هذه عصابة جاءت لقتله وهي مصرة على قتله. الرسالة التي يعني ترغب العصابة بتوجيهها إما أن تخنعوا لنا وتستسلموا بالكامل وإما سنواصل قتلكم وتدميركم وحرقكم ويعني ممارسة أقصى أنواع الإجرام بحقكم، وهذا هو الذي يرفضه شعب العراق ورفضه طيلة السنوات 18 الماضية، عبر عن هذا الرفض بكل الوسائل وبكل الأشكال وقاومه بالسلاح وبالطريقة السلمية وبالقلم وبالشعار وبالهتاف وإلى آخره من وسائل، وبالعصيان المدني وبالاعتصامات الطلابية والمظاهرات الواسعة والاعتصامات الكبيرة التي شهدها العراق في كل المراحل الماضية. ولذلك هذه يعني هذه السلطة مصرة على قتل العراقيين، هي تقول لهم وتطالبهم بالاستسلام الكامل لها، وهذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن لشعب العراق أن يستسلم ويخضع لهذا الإجرام الذي يعني تمارسه هذه العصابة، وأنا أكرر على أنها عصابة وليست حكومة. لا يوجد أي سبب يعني يسوغ لنا إطلاق كلمة حكومة على هذه السلطة الغاشمة والعصابة المجرمة التي تحكم العراق وتتحكم به. نعم دكتور قحطان، يعني هل الأمر يعني كما نعلم جميعا المطلب الرئيسي خلال اليومين الماضيين كان هو إقالة المحافظ ناظم الوائلي، هل الأمر هذا يعني يتعلق بشخص المحافظ ناظم الوائلي، يعني هل هو بالنسبة للحكومة خط أحمر أم أن الأمر لربما أكثر من ذلك، لربما يتعلق بالمنظومة السياسية كلها ككل؟ الحكومة أساسا ليس لديها كحكومة إدارية شيء اسمه خط أحمر أو خط غير أحمر. الخط الأحمر والخط الأحمر غير أحمر هي الأحزاب السياسية المتنفذة. الحزب السياسي المتنفذ عندما شخص سين في الموقع الفلاني لا كاظمي ولا حكومة كاظمي تقدر على أن تغيره، ليس لديها لأنها غير معنية أساسا بتعيينه. وبالتالي يا أخي العزيز احنا نقول أن ثورة تشرين هي أوسع من مطلب تغيير المحافظ. هذا تغيير المحافظ هي إحدى الأدوات الآلية لكي تبدو التغيير الأصح، لكن أساسا تغيير كرامتها، وهذا إدراك جديد من ثورة تشرين أنها تدرك أن الحكومة المركزية العميلة لها صورة أخرى مصغرة في المحافظات مرتبطة بأحزاب طائفية مذهبية ذاتية، وبالتالي يمكن عملية التغيير عملية سياسية خاطئة عن طريق تغيير الرموز لهذه الأحزاب في المحافظات. ما تدرك الحكومة تشرين
يعني نصر حقيقي لثورة تشرين وإدانة لذاتها هي الحكومة المركزية وليس فقط حكومة ذقار اللي هي المحافظة. إذا نحن نقول ونؤكد ونبطك ونفخر بثورة تشرين وتتمشى إدراكنا عليه مع المستجدات. لذلك المطلب هذا الآن تغيير محاسبة الجنود الذين أوقعوا هكذا خسائر فادحة وكسار كامل هي أيضا جزء من مطالب أساسية للتصفيق وهي أيضا نعم. نحن نسأل الله أن يثبت خطة هذه الرجال يثبتها ذقار العراق وعراق ذقار. نعم. إذن الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية نشكرك أن كنت معنا. نعود ونذكر طبعا بآخر العواجل التي تريدنا. مصادر صحفية تعلن ارتفاع حصيلة جرحى تظاهرات الناصرية إلى نحو 160 جريحا من جراء استمرار القمع الحكومي والميليشياوي. أستاذ مصطفى، يعني مصادر أكدت أن الموازنة التي خصصت للناصرية ضخمة وهائلة، يعني هل هذه لو ربما تعد أحد أسباب الصراع من قبل الأحزاب لتمسكهم بالسلطة؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا واحد من أسباب التسلط والتمسك بالسلطة، ولكن الأساس هو يعني استمرار أو تحقيق مشروع تدمير العراق وقتل أهله بالكامل. الناصرية عندما تثور يجب أن تقمع ويجب أن يقتل أبناؤها وفق هذا المشروع، ولذلك هم يستمرون بجرائمهم دون هوادة. مسألة الجانب المالي هو واحد من أوجه الإجرام طبعا، لأن هذه العصابة يعني عصابة فاسدة سارقة قاتلة مجرمة مزورة، يعني مزورة حتى لتاريخ العراق وفي هذه المنطقة بالذات التي شهدت يعني أقدم الحضارات في بلاد الرافدين. فهو المقصود يعني إنهاء شعب العراق وتدمير كل معالم الحياة فيه، وهذا عملية السرقة والمحاصصة، يعني تقاسم المال العام وفق المحاصصة العرقية والسياسية القائمة بينهم والطائفية. يعني هذا جزء من المخطط الإجمالي الكبير الذي يهدف إلى تدمير العراق كله. نعم، ولكن يعني في خضم هذه يعني تصرفات الحكومة وتصرفاتها مع المتظاهرين نلاحظ أنها يعني تأخذ كما يقال راحتها بالكامل، هناك يعني حرية بالتصرف، كأنه ليس هناك مجتمع دولي وكأنها أخذت الضوء الأخضر فعليا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مما يحدث؟ يعني عندما يقتل العراقيون بهذا الشكل الواسع وبهذا الإجرام ولا يتحرك المجتمع الدولي، إذا هناك تأييد من هذا المجتمع الدولي لهذا الإجرام. عندما تعترف الأنظمة أو الحكومات بالسلطة في بغداد وتتعامل معها دبلوماسيا، هذا يعني اعتراف بإجرام هذه السلطة ودعم لها. عندما سيزور بابا الفاتيكان العراق في آذار المقبل، هذا دعم لعصابة المنطقة الخضراء ولقتلها وإجرامها بحق العراقيين. المطلوب الآن هو يعني تضييق الخناق على هذه العصابة، سحب البعثات الدبلوماسية إن لم تكن يعني قطع العلاقات تماما، وهذا هو الذي يعني يوضح للعراقيين أو يبين للعراقيين أن هناك مجتمعا دوليا يدعمهم. أما أن يعني يتم تبادل الزيارات والاعتراف بهذه العصابة والبعثات الدبلوماسية تعمل وتقصف أيضا بكل يعني خلافا لكل المواثيق الدولية، فهذا بالتأكيد يعني دعم واضح من المجتمع الدولي للأسف لهذه العصابة المجرمة.
نعم. إذا نعود ونذكر سيد مصطفى بالعواجر التي تريدنا. مصرف الدم في الناصرية يناشد سكان المدينة التوجه إليه للتبرع بالدم بعد إصابة عشرات المتظاهرين. سيد مصطفى، ما يعني ما مدى جدوى هذه التظاهرات في ظل هذا القمع الحكومي ويعني المجابهة بالعنف المفرط إن صح التعبير، خاصة أن المتظاهرين كما تعلم متمسكين، لا زالوا متمسكين بسلمياتهم؟ يعني الثوار أو لا يسألون عن جدوى ثورتهم. هذا تحميل للثورة والثوار ما لا يحتمل. الأساس أن تحمل هذه العصابة المجرمة نتائج جرائمها، وليس أن يسأل الثوار ماذا تريدون وماذا يعني ماذا ترتجون من نضالكم ومن ثورتكم. يعني ثورات الشعوب تقدم أغلى التضحيات في سبيل حريتها وفي سبيل تحقيق مطالب الشعب، وهذا ما يعني يقوم به العراقيون منذ احتلال العراق. نعم. أيضا يعني بالنسبة لهذه الأوضاع، إذا ما استمرت على ما هي عليه، إلى أين الأمور ذاهبة؟ الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد. الثوار لن يتنازلوا ولن يتراجعوا. نحن قلناها منذ اليوم الأول لثورة تشرين المجيدة، أن هؤلاء الذين خرجوا في 10 محافظات عراقية على الأقل لن يعودوا إلى دورهم دون تحقيق مطالبهم ومطلبهم الذي رفعوه في الساعة الأولى لاندلاع هذه الثورة المجيدة، هو مطلب إسقاط هذا النظام، إسقاطه كله، بمعنى يعني عدم الرضا لا عن شخوصه ولا أحزابه ولا برلمانه ولا قوانينه ولا إجراءاته. كل ما جاء به هذا النظام الاحتلالي الفاسد المسمى زورا عملية سياسية، وفي الحقيقة عملية إجرامية كما قلنا، لقتل العراقيين وتدمير العراق ولإفقار العراقيين وتدمير بنيتهم ونسيجهم الاجتماعي، وتدمير حتى يعني قتل حتى أملهم بالمستقبل. هذا النظام هو ما يقوم به. لن يعود الثوار إلا بتحقيق هذا الهدف السامي الذي انطلقوا له لتحقيقه في الأول من تشرين الأول عام 2019، وهو امتداد لكل الثورات والاعتصامات والمظاهرات ولكل فعل مقاوم يعني قام به العراقيون على مدى هذه السنوات الماضية بعد غزو العراق واحتلاله. هناك مزيد من التصعيد. هذه الدماء التي سالت في كل مكان والتي بلغت نحو 1000 شهيد خلال الثورة وأكثر من 30,000 جريح، لن يتم التغاضي عنها والتنازل عن حقوق يعني عن حقوقها وعن هذه الفرص الضائعة وعن هذا المستقبل الذي دمره هؤلاء المجرمون. ولذلك الشباب الثوار حقيقة يعني قفلوا على أهدافهم كما يقال، وغير مستعدين للتنازل عنها. كل ما يجري من مفاوضات وادعاء يعني هنا بعض التنازلات، هنا يكتبون أحد الأشخاص إلى آخره، يضموه إلى عمليتهم الإجرامية الاحتلالية وليست العملية السياسية، لأنه لا توجد عملية سياسية في الحقيقة، وإنما عملية يعني مخابراتية احتلالية فاسدة قاتلة. هذا نعم. كله لن يعني نهاية الثورة. شكرا. الثورة لن تنتهي إلا بتحقيق المستقبل المرجو للعراق. شكرا جزيلا لك مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت ضيفنا عبر الهاتف.